أهلا بكم من جديد. مأزق سياسي مستمر والجمود القائم هو المحرك الرئيسي لعدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي. زد على ذلك صراعات إقليمية ودولية معطلة لخطوات المصالحة. كلها نقاط تطرقت لها القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري في أول إحاطة لها تقدمها أمام مجلس الأمن. قدمت فيها أيضا أسباب الصراع السياسي وتأثيراته على المسارين الاقتصادي والعسكري في البلاد. فما هي قيمة هذه الإحاطة؟ وهل تأتي بجديد؟ وهل تجمع خوري مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن المنقسمة وتعطي زخما للملف الليبي؟ وهل تستطيع خوري تغيير الواقع ومسك طرف خيط الحل؟ أهلا بكم في هذه التغطية المستمرة للنقاش حول موضوعنا. ينضم إلينا كل من أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأسمرية الدكتور أحمد لشهب رئيس حزب صوت الشعب فتحي الشبلي، والأستاذ الجامعي المتخصص بالسياسة الاستراتيجية الدكتور محمود الرملي. مساء الخير وأهلا بكم جميعا ضيوفي. أبدأ معك دكتور أحمد لشهب. إذن كيف يمكن أن نرى إحاطة ستيفاني خوري اليوم، وكيف يمكن أن نقدمها؟ عديدة هي الأصوات التي قالت أن هذه الإحاطة كانت كسابقاتها وكله كلام فضفاض ولم تأتي بجديد. كيف يمكن أن نقيم هذه الإحاطة بداية؟ شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة وأمسية طيبة لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. هو الحقيقة نعم، ما ذكر في هذه الإحاطة قد سبق ذكره عشرات المرات ربما حول ما قدمه المبعوثون الأمميون وحول المشهد الليبي بشكل عام وبشكل واضح أيضا. لكن إذا سمحت قبل أن نتحدث عن الإحاطة نتحدث عن مجلس الأمن الذي قدمت فيه هذه الإحاطة. مجلس الأمن الآن هو طبعا يشتغل بمعايير مختلفة، ليس بمعيارين أو ازدواجية المعايير كما يقال، وإنما بعدة معايير. عندما يريد أن يتفق فإنه يتفق، وعندما يريد أن يختلف فهو يختلف، في الدمار، في القتل، في التدمير، في أيضا شن الحروب، في إلى غيره، يستطيع اتخاذ القرارات. وليبيا والقضية الليبية والأزمة الليبية شاهد على ذلك. وعندما يريد أن يختلف، وهذا هو واضح الآن، الاختلاف حول الحل للأزمة الليبية، الاختلاف بين أطراف وأعضاء مجلس الأمن، هذا واضح، سواء كان سبب هذا الاختلاف محلي أو كان إقليمي أو دولي. هم مختلفون طبعا على تشكيل حكومة موحدة، هم مختلفون على سحب القوات الأجنبية، هم مختلفون أيضا على عدم توريد السلاح إلى ليبيا، هم مختلفون أيضا على حتى موضوع الانتخابات وغير ذلك، مختلفون حول ذلك بحكم مصالحهم المختلفة وإيراداتهم المتعارضة أيضا. هم مختلفون لأسباب إقليمية ودولية نراهم. سنعود على هذه الأسباب دكتور أحمد، وسنعود على فقط دكتور أحمد حتى لا يعني نذهب في المحاور أكثر من ذلك. فقط أردنا أنا أجيب على السؤال. هذه النقاط سنتحدث فيها بالتفصيل بعد قليل، وأعود إليك حول يعني كلمات الدول الأعضاء في مجلس الأمن وحول الاختلافات وحول الرسائل التي تم تقديمها وتواصل الانقسام في مجلس الأمن. وكما قلت حضرتك في الاختلاف الموجود سواء في الداخل أو في الخارج، سواء أيضا حتى الدول الإقليمية. أمر معك سيد فتحي الشبلي رئيس حزب صوت الشعب، ونتحدث عن الإحاطة التي قدمتها خوري. وخلال هذه الإحاطة قدمت خوري سلسلة اللقاءات التي قامت بها منذ توليها منصب نائب المبعوث الأممي في ليبيا، وقالت أن بعض الأطراف أكدت ضرورة وجود اتفاق سياسي، وبعضها طرح فكرة إنشاء حكومة انتقالية، وأنها تواصلت مع كافة الأطراف السياسية والعسكرية أيضا، وأن الجميع متفق على تجديد شرعية كل المؤسسات. برأيك هل تستعد خوري لإطلاق مبادرة سياسية جديدة بعد هذه الإحاطة، خاصة بعد فشل مبادرة باتيلي؟ برأيك هل يمكن أن تنجح في ذلك، خاصة في ظل التجاذبات الدولية التي تحدث عنها دكتور أحمد لشهب منذ قليل؟
أولا سيدة زينب، كل عام وأنت بخير، وكل العاملين بهذه المحطة الرائعة كل عام إن شاء الله بخير، إن شاء الله ربي يعيد عليها بالعيد الجاي وبالصحة وسلامة. سيدتي الكريمة، كما قال ضيفك، الإحاطة التي قامت بها السيدة فوري اليوم هي عبارة عن وصف للحالة الليبية، وعبارة عن سرد لما قامت به من زيارات هنا وهناك، ليس أكثر من ذلك. وما قالته نحن نعرفه تماما ونقوله كل يوم، أي أنها لم تأتي بأي جديد. السيدة ليس لديها أي مبادرة، والسيدة ليس لديها أي حد، ونعتقد أن أيامها باتت معدودة، حيث أن الزمن لن يسعفها في أن تفعل شيء، لأن السيد الأمين العام للأمم المتحدة الآن يعمل جاهداً على اختيار مبعوث، وهو الطلب الذي تصر عليه روسيا بأن يكون مندوب السيد الأمين العام أو رئيس البعثة الأممية يتبع مجلس الأمن ولا يمثل سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذه السيدة تمثل سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ولا تمثل سياسة مجلس الأمن. ومن تاريخها الطويل أين حلت، كان هناك مشاكل، كان هناك خراب، وكان هناك دمار، وعليها أن تغادر ليبيا في أقصى سرعة، لأن ليبيا ليست محتاجة إلى مزيد من المشاكل وتعقيد المشهد. فبالتالي لا أعتقد أن لديها مبادرة، ولا أعتقد أنها سيطول عمرها في هذا المكان. أعتقد أن السيد الأمين العام، ومن مصادر شبه مؤكدة، الآن سيختار شخصية عربية مسلمة أفريقية لتتولى البعثة، وحتى ذلك اليوم ننتظر ما الذي ستأتي به الأيام. أما هذه السيدة فنحن لا نريد منها شيء، وهي لا تستطيع أن تفعل شيء، وهي كررت ما قام به السيد باتيلي كربونين، لقاءات واتصالات لأصحاب المشكلة، أي أنها لم تلجأ للقوة الوطنية، ولم تلجأ للقوة الوطنية لاستبشرنا خير، ولكنها كررت ما كان يقوم به السيد باتيلي بالضبط، زيارة هنا وزيارة هناك وتصريح هنا وتصريح هناك. هناك من يقول في هذا الإطار سيد فتحي شبل أن شبلي عفوا أن خوري بهذه الطريقة كما كنت تقول حضرتك، أنها تقوم بزيارة من هنا وهناك، هي فقط تربح الوقت. نعم نعم، هي عبارة عن مضيعة للوقت وتدوير للأزمة، عودونا عليها. اليوم هذا المندوب القادم أو رئيس البعثة القادم الذي سيسميه السيد الأمين العام، وأعتقد أنه سيمر من مجلس الأمن، لأن هناك شبه اتفاق عليه من الروس ومن الأمريكان ومن باقي أعضاء مجلس الأمن. ما الذي تفعله هذه السيدة؟ طيب، بهذه النقطة سيد فتحي الشبه، إلى 8 أو 7 مندوبين الذين مروا علينا نفس الأسلوب ونفس خطة العمل ونفس السيناريو في إضاعة الوقت وتدوير، وربما ليس في شخص ستيفاني خوري بل في سياسة الأمم المتحدة واتفاق اليوم على عدم الاتفاق بحل بخصوص ليبيا. بنقطة أشرت إليها سيد فتحي الشبلي، أمر مع الدكتور محمود الرملي أستاذ الجامعة المتخصص بالسياسة الاستراتيجية. دكتور محمود، ضيفنا يقول أنه اليوم ستيفاني ليست لديها أي مبادرة وأيامها باتت معدودة في هذا الإطار، وبعد 2 شهر على استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، هناك إجماع اليوم في مجلس الأمن خلال إحاطة ستيفاني خوري من مختلف الدول الأعضاء على ضرورة تعيين أو الإسراع في تعيين مبعوث أممي خاص في أسرع وقت ممكن، خاصة وأن ستيفاني خوري كما تعلم صلاحياتها محدودة أكثر بكثير مما كانت عليه صلاحيات عبد الله باتيلي في خلال فترة ولايته. وحسب ما ذهب فيه سيد فتحي الشبلي، موقع أفريكا انتليجنس أيضا كشف عن تنافس دبلوماسيين من الجزائر، من ألمانيا، من موريتانيا، وحتى من تونس على منصب المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة. برأيك دكتور محمود، لماذا لم يعطي الأمين العام، إذا كان هناك فعلا يعني اهتمام بالملف الليبي، لماذا لم يعطي الأولوية إلى تعيين مبعوث
الجديد في ليبيا، وهل ممكن تعيين الأمريكية ستيفاني خوري على في البعثة الآن يؤثر على فرص أي دبلوماسي آخر يمكن أن يكون خلفا لباتيلي؟ تحية طيبة، هو بعد تحية للجميع عدا، وأيضا كل العام والجميع بخير، عدا الذين أرادوا بليبيا وشعبها الأبي شرا أو سوءا، وهذا ما جرى ويجري سواء من البعثة. هناك 9 مبعوثين عاشرهم السيدة ستيفاني خوري، والتي ربما أدارت كثيرا من الأزمات في داخل المنطقة لكن لم تنجح في أي منها، وهذا قولا واحدا. لكن مع هذا وذاك يجب التصريح بشكل واضح وجليا أن البعثة الأممية حقيقة فشلت في إدارة ما يتعلق بالمشهد السياسي الليبي، فشلت أيما ما فشل أيضا في إدارة ما يتعلق بالأزمة، فشلت أيما فشل أيضا في تقدم أو تقديم شيء للليبيين. حاولت قدر الإمكان الاستقواء ومحاولة قدر الإمكان الضحك على الدخون طيلة السنوات التي ولجت فيها إلى ليبيا، حاولت قدر الإمكان إعادة تنميق الأمور، زوقت أو حاولت إعادة تزيين الأجسام البالية والميتة والمطيحة والمتردية، والتي منها مجالس مجلس نواب ميت، ومجلس دولة كذلك، ومجلس رئاسي لا يعمل، وحكومات مشلولة. وواقع عملي أن ذلك يدل دلالة واضحة على مدى الترهل وعدم القدرة وعدم الرغبة أو كليهما في التوجه إلى الحل. وواقع عملي أن الحل لا تريده الأمم المتحدة، لأنها هي مراعية لمجموعة مصالح دول، بعضها متناقض وبعضها متضارب وبعضها غير متكامل، وربما بعضها فقط يريد أن يلتئم مع بعض. هناك إشكالية لا شك في إدارة الصراع في داخل المجلس الأمن الدولي، لكن الأكثر أهمية في ذلك القول والجزم قولا واحدا بضرورة مراجعة الاتفاقية المبرمة ما بين ليبيا والأمم المتحدة قولا واحدا في مدى اختصاصاتها وتدخلها. وهذا أمر يدعونا إلى بداية عملها وانخراطها في داخل الملف الليبي، فيجب قولا واحدا مراجعة هذه الاتفاقية والعمل على تحييدها والعمل على إبعادها فيما يتعلق بكثير من الجوانب. إن أسوأ ما سمعت الأذن في أن يتم الحديث والضحك على الدخول بالقول إن العملية السياسية ملك للليبيين ويجب أن تكون ملكا لهم، ولكن الواقع وهذا ما تم التشديد عليها اليوم في مجلس الأمن. نعم، من الدول الأعضاء. نعم نعم، وللأسف ليست ملكا للليبيين وليست للليبيين منها في شيء، والليبيون منها براء، إنها ملك لمجموعة من الدول المسيطرة والمنخرطة والمتدخلة سلبيا، إنها ملك. دكتور محمود، يبدو أن الاتصال انقطع مع الدكتور محمود، نعود إليه لاحقا. نتابع مشاهدينا هذا التقرير ثم نعود لنواصل نقاشنا مع ضيوفنا. 39 of the council's provisional rules of procedure, I invite Ms. Stephanie Curry, Deputy Special Representative for Political Affairs for Libya. قدمت ستيفاني خوري أول إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي منذ أن تولت قيادة البعثة الأممية خلفا للسنغالي عبد الله باتيلي، الذي قدم استقالته في إحاطته الأخيرة أمام المجلس في 16 من إبريل الماضي. وتناولت خوري في إحاطتها نتائج لقاءاتها مع مختلف الأطراف في ليبيا، بالإضافة إلى التطورات السياسية والأمنية والإنسانية والأهداف التي ستعمل عليها البعثة خلال الفترة المقبلة. وأكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري أن الليبيين الذين التقتهم خلال المشاورات التي عقدتها خلال الأيام الماضية عبروا عن الحاجة إلى التوصل لاتفاق سياسي من أجل تنظيم الانتخابات واستعادة شرعية المؤسسات الوطنية. وقالت خوري في إحاطتها الأولى إلى مجلس الأمن الدولي اليوم: منذ تولي منصب المسؤولة ونائب الممثل الخاص للشؤون السياسية، بدأت المشاورات للاستماع إلى شواغل وأولويات الشعب الليبي بما في ذلك آرائهم بشأن عملية سياسية بقيادة وملكية ليبية حتى هذا التاريخ. عقدت اجتماعات في شرق وغرب ليبيا، التقيت مسؤولين سياسيين وأكاديميين ومنظمات مجتمع مدني ومجموعات نسوية وقادة عسكريين، وتواصلت مع الممثلين عن المكونات الثقافية وشخصيات من المجتمع الدبلوماسي. ونوهت خوري بأنها ستستمر في المشاورات وتنوي زيارة مناطق أخرى من ليبيا قريبا، ومشاركة عدة ملاحظات إلى مجلس الأمن الدولي بشأن اجتماعاتها في ليبيا. وبينت خوري أنه بشكل أساسي عبر المواطنون عن حاجة إلى اتفاق سياسي، ويجري تنظيم انتخابات وطنية ذات مصداقية، وذلك لاستعادة الشرعية للمؤسسات. وأضافت: شارك الليبيون أفكارهم بشأن
شأن كيف يجب أن تكون أو تبدو عليه العملية السياسية الليبية المستقبلية، بما في ذلك دور المؤسسات الخمس الرئيسية. مصداقية في إن إحنا في نوايانا. وتشهد العملية السياسية في ليبيا حالة جمود تزامناً مع بدء ستيفان يخوري أعمالها في تسيير مهام البعثة خلفاً للمبعوث المستقيل عبدالله باتيلي، حيث تسعى الدبلوماسية الأمريكية لجمع الفرقاء الليبيين على طاولة حوار لحل الملفات الخلافية بشأن الانتخابات. والأسبوع الماضي جددت خوري تأكيد عزم البعثة مساعدة الليبيين في إطلاق عملية شاملة لإنهاء الجمود السياسي وتحقيق سلام واستقرار مستدامين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه التغطية الخاصة. نواصل الحديث عن الإحاطة الأولى التي قدمتها نائب المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني خوري في مجلس الأمن اليوم. ضيوفي كل من الدكتور أحمد لشهب أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأسمرية، السيد فتحي شبلي رئيس حزب صوت الشعب، والدكتور محمود الرملي أستاذ جامعي متخصص بالسياسة الاستراتيجية. أعود معك دكتور أحمد لشهب، كنت أشرت في بداية مداخلتك منذ قليل إلى التداخل والانقسام حول الأزمة الليبية والملف الليبي في الدول الأعضاء. بهذه النقطة دكتور أحمد، نعود على المداخلة التي قدمتها مندوبة بريطانيا، وخلال مداخلتها اعتبرت قرار حظر الأسلحة على ليبيا غير فعال، لأن الدول الأعضاء في المجلس تقول تقدم الدعم العسكري لأطراف النزاع وتسيطر على سلاسل الإمداد وتتجاهل التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن، وتقول أيضا أن هذه الأعمال تكشف مصالح بعض الدول في هذا الأمر وتؤكد للمجتمع الدولي ولليبيا أنهم غير ملتزمين بسيادة ازدهار وأمن ليبيا. إذن طرح ملف حظر الأسلحة دكتور أحمد بقوة في مجلس الأمن كان ليس من بريطانيا فقط بل من روسيا، من الولايات المتحدة الأمريكية أيضا. برأيك كيف سيؤثر ذلك على الوضع الميداني القابع على شفا بركان اصلا؟ هو كما قال الاخ الرملي، هي يعني فعلا مسلسل الضحك على الدقون هذا مستمر باشكال وانواع مختلفه وفي حالات مختلفه ايضا. لان هم من الذين يوردون السلاح الى ليبيا؟ من الذين نصبوا قواعدهم العسكريه في ليبيا؟ من الذين يتحركون من بوابه ليبيا الى الدول المجاوره الافريقيه الاخرى؟ من الذين يساعدون على الهجرة غير الشرعية، والذين أيضا يعملون الآن على توطين هذه الهجرة غير الشرعية في ليبيا؟ من الذين رغم إشارات القائمة بالأعمال في البعثة على أن هناك هشاشة أمنية وهشاشة عسكرية وهشاشة سياسية وهشاشة اقتصادية أيضا، لكن نلاحظ بأن الدول هذه الأعضاء في مجلس الأمن هم الذين يساهمون بالقدر الأكبر في هذه المسائل وفي هذه الهشاشة المتنوعة أيضا، سواء كانت سياسية أمنية اقتصادية وخلافة. وبالتالي أنا أعتقد أن مسألة دعوة مندوبة أو مندوب بريطانيا في مجلس الأمن هي كسابقاتها أيضا، وكما قلنا منذ البداية يعني لا جديد، لا في جلسات مجلس الأمن ولا في الإحاطات من المبعوثين ونوابهم والقائمين بالأعمال في البعثة في ليبيا، لا جديد إطلاقا. وربما يعني إشارات مضحكة أيضا من بينها أن والله البعثة قالت إحنا دربنا 30 فتاة في ليبيا الآن، عملنا لهم دورة تدريبية في الريادة وفي القيادة، وأيضا حنعمل أيضا دورة أخرى تشمل 30 فتاة أخرى في ليبيا. يعني هذه إحنا غارقين في البؤس وغارقين في الانقسامات وغارقين أيضا حتى في انعدام السيادة وانعدام الدولة، ثم نضحك علينا ويضحكوا علينا ويقولوا والله دربنا 30 فتاة، والله نتكلم عن الشباب والمرأة وهذه الأشياء. إحنا مقومات الدولة ليست قائمة بسببهم هم، غير موجودة بسببهم هم. لو يتركوا الليبيين، وأنا أتمنى أن الليبيين لو وصلوا إلى حل، وربما يكون من المستحيلات الصعبة جدا أنهم يتفقوا، لكن فلنضع المجتمع الدولي أمام يعني نضعه في زاوية
ونقول باننا نحن الليبيين اتفقنا، السياسيين انا اقصد، اتفقنا على حل لاجراء الانتخابات. كيف يمكن دكتور احمد للليبيين في حد ذاتهم ان يتفقوا وهم اصلا تحت ذراع او تحت يد هؤلاء الدول، كل طرف من اطراف الصراع يحتمي بطرف معين ويبرر وجوده ويبرر تدخله في الاراضي الليبيه؟ طبعا هذا صحيح، هذا صحيح. يعني الدول الكبرى لها مصالح في ليبيا، ربما مصلحتها في استمرار هذه الحالة التي تشهدها ليبيا، هم مصلحتهم هكذا. لكن ليست من مصلحة الليبيين إطلاقا استمرار هذه الحالة ولو حتى لساعة واحدة ولو ليوم واحد، ليس من مصلحتهم. ليبيا الآن تضيع، جنوبها يضيع، ثرواتها تضيع، فساد حتى النخاع الآن في الثروات، في الأرصدة، في غيرها، الأجانب موجودين مسلحين ومدنيين، الكل فعلا. الأطراف الليبية هي التي تستجدي الخارج أن يأتي ويحميها ويدعمها ويضع أقدامه على الأرض الليبية ويعود إلى ليبيا، سواء كان في شكل قواعد بحرية أو قواعد برية والطيران الجوي العسكري وغيرها، الآن يسرح ويمرح في الأجواء الليبية. نعم هذا صحيح. احنا انا قلت بان اذا كان الليبيين يريدون، لديهم الإرادة الحقيقية الصادقة الوطنية، عليهم ان يتصلوا، ان يتواصلوا ببعضهم وان يتوافقوا على حل معين، ونضع المجتمع الدولي في هذه الزاوية ونقول احنا اتفقنا الليبيين. ما زال المجتمع الدولي هل سيعترض؟ واضح يبقى الامر يعني. لكن نحن نستجدي من هذا ونطلب الدعم من هذا، ومختلفين طبعا، البعض يذهب إلى روسيا والبعض يذهب إلى تركيا أو إلى أمريكا أو إلى إيطاليا، والبعض يذهب إلى قطر، والبعض يمشي للإمارات، والبعض أيضا ويعطيهم أيضا عقود الآن مختلفة ليست تحت رقابة معينة، حتى نفطنا الآن اللي تحت الأرض، ليس الذي ينتج ويستخرج، اللي تحت الأرض الآن مرهون لشركات أجنبية لسنوات وعقود طويلة جدا. يعني هذه حالة الانقسام، هذه هل يرضى عليها الليبيون؟ نحن ذاهبون إلى 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 حالة سيئة جدا. والحديث والخطاب الآن للليبيين أيضا يجب أن ينتبهوا لهذا. نحن نذهب إلى حالة سيئة جدا، نفقد فيها سيادتنا، نفقد فيها وطننا، نفقد فيها كرامتنا، نفقد فيها ثرواتنا. طيب. أيضا وننتظر لحظة بس، ونبقى ننتظر وضعين يد على يد، ماذا قالت المبعوثة الأممية، ماذا قال القائم بالأعمال، ماذا قال السفير الفلاني، ماذا قال، يعني إحنا خلاص شعب صرنا بهذه الحالة الآن. ليس لنا تاريخ ولا تراث ولا مجد ولا ثقافة ولا دين ولا أخلاق ولا قيم، صرنا هكذا ننتظر الساعة 4 ستكون هناك يعني خطاب والله إحاطة للمبعوث الأممي، ماذا قال، ونبعد نحن نحكي عليه ماذا قال، ماذا قلنا نحن، وماذا يجب أن نقول، وماذا يجب أن نفعل. والكل يقول كلمته. دكتور أحمد لشهب، يبدو أن الجميع يقول ويقرر ويفعل على أرض الواقع، لأن الجميع اليوم كما كنت حضرتك تقول أن كل الأطراف اليوم تجلس وتنتظر الإحاطات وتنتظر ماذا يكون مواقف الدول الغربية والإقليمية من الأزمة الليبية، وفي نفس الوقت ترفض. بهذه النقطة أمر معك سيد فتحي الشبلي رئيس حزب صوت الشعب. سيد فتحي، يقول ضيفنا دكتور أحمد لشهب أن اليوم هناك يعني تدخل في الشأن الليبي من عديد الأطراف وتطاحن على الأرض، يمكن أن يكون بالأسلحة ويمكن أن تتطور الأمور أكثر فأكثر إذا تواصلت كذلك، ولكن في نفس الوقت هناك اليوم إجماع من الدول في مجلس الأمن على إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، إجماع أيضا على حظر توريد الأسلحة، إجماع على أن يكون هناك توحيد للقوات العسكرية في داخل ليبيا، وإجماع على أن يكون الشأن الأمني والمجال الأمني آمن أكثر وأكثر، لأنه من أولويات الليبيين. فكيف يمكن أن نفهم يعني هذه المعادلة التي هي صعبة من جهة موجودة ومن جهة أخرى يدينونها؟ هو كما قال ضيفك مقاله سليم تماما، ولكن الإجماع داخل مجلس الأمن على القضية الليبية
هو إجماع على عدم الاتفاق وإجماع على أنه كل يريد أن يحافظ على مصالحه وكل يريد أن يكون له النصيب الأكبر من الكعكة الليبية. عندما يقولون حظر توريد الأسلحة وبعثة إيريني في البحر المتوسط التي تراقب الأسلحة تتدفق علنا، بالأمس دخلت مواني طبر بوارج حربية كبرى أمام العالم وعلنا، وهذه البوارج قبلها تم توريد أسلحة من طرطوس السورية علنا. إذن أعضاء مجلس الأمن هم الذين يثيرون المشاكل داخل ليبيا، وهم الذين لا يريدون للمسألة الليبية أن تحل. ونحن قلنا وحذرنا مرارا وتكرارا من أن تتحول ليبيا إلى أرض معركة بالإنابة في هذا الصراع ما بين الأمريكان والروس في قصة أوكرانيا وقصة اقتراب حلف الناتو من الحدود الروسية لجعل المعادلة الرعب النووي صفر. ها هي روسيا الآن إذا تمكنت من أن تنشي هذه القاعدة البحرية في طبرق سيكون المعادلة النووية دقيقة مش خمس دقائق، وبالتالي تكون كل قواعد الناتو في أوروبا تحت رحمة روسيا، وهذا لن تسمح به أمريكا. والآن نرى هناك تنافس رهيب وشديد ما بين الروس والأمريكان على هذه الرقعة المسماة ليبيا، دخول الفاغنر وتغيير أنظمة وكنس فرنسا من عدة دول إفريقية. من أين تم ذلك؟ تم ذلك من شرق ليبيا بتواجد هذه القوات التي الآن يسمونها الفيلق الأفريقي، وهذه الأسلحة التي تكدس هنا وهناك. نحن نخشى غدا أن تصبح ليبيا مكانا لمعركة بالإنابة، يخوض الليبيين الأخ الليبي يقتل خوه الليبي من الشرق أو من الغرب في سبيل المحافظة على المصالح الاستراتيجية لدولة أمريكا ودولة روسيا. نحن لا نريد لا الأمريكان ولا الروس ولا الطليان يذهبوا جميعا إلى الجحيم، نريد وطننا، نبني وطن ديمقراطي حر سليم غير منحاز لأي أحد. ولكن أن ننجر نحن مصيبتنا في هذه البعثة، وأشار الدكتور الرملي إلى نقطة مهمة جدا 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 لم أسمع أحد يتكلم عليها في السابق، اتفاقية المقر. ما الموجود في اتفاقية المقر التي وقعت ما بين أول وزير خارجية بعد فبراير والأمين العام؟ ونحن سبق أن طالبنا نشرها، ما الذي يوجد فيها؟ لماذا تتحكم البعثة الآن في كل شيء داخل ليبيا؟ لماذا البعثة الآن عملت حتى على الشواذ جنسيا وتعاقدت مع منصة في بريطانيا لمساعدة الشواذ جنسيا في ليبيا؟ البعثة تعمل الآن بكل قوة من خلال مكاتبها ومن خلال المخابرات اللي موجودين فيها لتوطين الأفارقة في ليبيا. وما قصة توطين 14600 ألف طفل غير مسحوب بوالديه في 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 مراكز الرعاية الليبية إلا بداية لعملية التوطين. هناك الآن في ليبيا 3 مليون أفريقي، نحن لسنا حرس لا نحن ولا تونس حراس لأوروبا. وبالتالي سنعود إلى مسألة المهاجرين سيد فتح الشمير. زين لا لحظة بس، البعثة بدأت مساعدة الليبيين للوصول إلى الانتخابات، هي بعثة للدعم للمساعدة، تحولت إلى بعثة تحكم في ليبيا من خلال موظفين فاسدين الآن لهم 10 سنوات، وخاصة أولئك الذين من الجنسية العربية والذين يحجبون المعلومات والذين يعملون على تعطيل كل الحلول، حتى وإن كان وهذا ما قاله بتيلي في يوم من الأيام، قال أن هناك الكثير من الأشياء لا تصلني. وبالتالي نحن نعتبر أن هذه البعثة هي المجرم الأول في ما في حال ليبيا اليوم، على الرغم من أن ما قاله الدكتور نعم وما قلتيه أنت نعم صحيح أن هناك أدوات لهم من داخل أبناء الوطن يساعدونهم في دمار وتدمير ليبيا وعدم وصولها إلى الاستقرار. واضح سيد فتحي، ابقى معنا. أعود معك دكتور محمود الرملي الأستاذ الجامعي المتخصص بالسياسة الاستراتيجية. دكتور محمود، اهتمام ستيفاني خوري بالملف الأمني حيث كان من أهم محاور نقاشاتها خلال اجتماعاتها في شرق وغرب البلاد مع الفرقاء السياسيين والعسكريين، ووصفها خلال
خلال إحاطتها المكاسب المحققة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بأنها باتت مهددة خلال الفترة الأخيرة مع حديثها عن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، هو انعكاس لما يحدث خصوصا بعد تصاعد التناحر الأمريكي الروسي على الأرض؟ هل تتفق مثل ما قال السيد الشبلي أنه يمكن أن يكون هناك حرب بالوكالة على الأراضي الليبية، وفي ظل ما تعيشه منطقة الساحل خاصة والصحراء، هل يمكن أيضا أن يعطي كل هذا زخم للملف الأمني وتدخل خوري الأزمة الليبية من الجانب الأمني بدل المسار السياسي؟ في تقديري أنه نوع من الضحك على الدخول في التكييف القانوني أو السياسي أو الوصفي الذي قالته السيدة خوري، وواقع عملي أنها لم تتجه إلى الوصف، فلم تتجه إلى الفاعلين الأصليين والمسببين الفاعلين الرئيسيين في الأزمة الليبية سواء الأمنية منها أو السياسية، لم تتجه أو تشير أصابعها، لا هي ولا التسع السابقين من المبعوثين لأي إشارة، لم تشر إلى من هم يمكن أن يعملوا على تهيج الأزمة، تواصلت مع نفس مسببي الألم والإشكال أو هم المتمترسون على المقاعد والذين أضافتهم خمسة، كنا نتعامل مع اثنين والآن نما العدد إلى خمس وربما يزداد إلى أكثر. هذا واقع غير عقلاني، وهو واقع أنه هناك من لا يريد التوجه إلى الحل بقدر ما يريد إعادة صياغة وإطالة عمر المشكل والعمل على تدويرها والعمل على تدور القمامة. والواقع أن من هو السؤال الرئيسي الذي يطرح ذاته، من الذي يطيل عمر الأجسام مسببة للأزمة معليا؟ أليست هي الدول الغربية التي تعترف بالمجتمع الدولي الذي يعترف بهذه الأجسام؟ إذا أعلن المجتمع الدولي أو مجلس الأمن فقط أنه لديكم حتى نهاية شهر 7 أو 8 ستنتهي الاعترافات، سيجلسون مع بعض اللي يعطون عدم الاعتراف فقط، والباقي سينتهي لأن هؤلاء مجبرون على أن يجلسوا فيما بينهم إذا انتهى الاعتراف. من الذي يجعلهم يتعلقون بهذه الدول؟ الذين يجعل ما يجعلهم يتعلقون بهذه الدول وهذه المنظمات ويتكابون عليها ويصرفون عليها ويقدمون ما يقدمون من قرابين وأتوات بحق وبغير حق، كل تلك حقيقة دلالة واضحة على أنهم فقط لأنهم يدركون أن هذه الدول فاعل رئيسي فيما يتعلق باستمراريتهم في هذه المقاعد، وهم لا يريدون تركها ولا ترك ليبيا وحالها ولا ترك الليبيين يقررون مصيرهم، والأمم المتحدة من خلال بعثتها الفاشلة ثم الفاشلة ثم الفاشلة. وأثني أيضا ما ورد على لسان الدكتور فيما يتعلق بالموظفين الأمميين الموجودين في هذه البعثة والذين يجب عملية انتقائهم بشكل الحقيقي حتى لا يقال بأنه لدينا موظفين منتفعين، لكن أن يكونوا مستمرين بهذه الدرجة لا أحد منهم يريد أن يترك وظيفة، ولذلك يجب أن تستمر الأزمة ويستمر المرتب إلى يوم القيامة وقبلها بأسبوع. الأزمة تتمدد ولكن لم يوجد لها في أفق الحل. نعم الليبيون هناك تصحر سياسي وعدم قدرة على الحل في كثير من جوانبه، لكن يجب أن يديروا الصراع فيما بينهم. لماذا كل هذا؟ لماذا الأمم المتحدة كيف يديرون الصراع دكتور محمود وهم لا يتفقون ولا يرغبون حتى في الجلوس مع بعضهم؟ لأنهم ليسوا هم الأطراف، الأطراف ليسوا هم. لماذا لم يكن هناك مسار للبلديات وهي ستنتخب الآن؟ لماذا لا يكون هناك مسار للأحزاب وللمناضلين؟ لماذا يكون هناك أحزاب؟ هناك صفات أخرى. لماذا يتم اختزال ليبيا في خمس شخصيات مهرجة أو ما إلى ذلك؟ لماذا يتم اختزال ليبيا في عقيلة صالح وخليفة حفتر وعبد الحميد وغيرهم وغيرهم؟ لماذا كل هذا؟ هل يعقل إنسان في أن ليبيا يمكن أن تحل من هؤلاء؟ هؤلاء جزء من ولن يكونوا جزءا من الحل إلا إذا كانوا ضامنين لمقاعدهم، ولذلك عبثا يحاولون، وقد حاول الذين من قبلهم، حاولوا بشتى السبل ولكن لن يصلوا إلى نتيجة، ولن يصلوا إلى نتيجة لأنهم يدركون بأن هؤلاء لا يمكن أن يكونوا إلا في مجموعة أو في مجلس أكلوا منه غلة وإلا أفسدوه، ولذلك هم مجموعة كما أعرفهم دوما، هم مجموعة إن اتفقوا أكلوا الغلة وإن اختلفوا أفسدوا المحصول. ابقى معنا دكتور محمود. أعود معك دكتور أحمد لشهب أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأسمرية. دكتور محمود أشار منذ قليل إلى الانتخابات البلدية التي ستقام، وخوري اليوم أشارت إلى هذه النقطة خلال إحاطتها، وعلى الرغم من الترحيب الكبير للدول الأعضاء بإجراء الانتخابات البلدية لأن خوري نبهت إلى منع 10 مراكز من تسجيل الناخبين في شرق ليبيا، وهو ما اعتبره البعض أنها رسالة أو ربما موقف من السلطات في الشرق. هل تتفق مع هذا الطرح دكتور أحمد؟
هو الحقيقة بأن العمل من القاعدة من البلديات مهم جدا، يعني والانتخابات البلدية لها تأثيرها الكبير، لأن هي تقدم الخدمات للمواطن بشكل مباشر، وهي أيضا تجسد اللامركزية في التنفيذ وفي التخطيط أيضا. وينبغي أيضا الركون إلى البلديات واحتياجات البلديات وتوفير أيضا وإعطائها صلاحيات. احنا لاحظنا أن البلديات أحيانا حد من صلاحياتها بشكل كبير جدا، وهي التي مباشرة تتواصل مع المواطنين، وبالتالي أنا أتصور بأن يجب إعطاء صلاحيات أوسع وأكثر للبلديات، ونعمل أيضا في الانتخابات أن يعني أن يكون الشعب على درجة من الثقة ومن الوعي في اختيار هؤلاء الأشخاص الذين سيشكلون المجلس البلدي في كل بلدية، وأن يقدموا له الخدمات، وأن يكون راضي على أدائهم أيضا. وإحنا نعرف يعني من يؤدي دوره في على مستوى البلدية بشكل كبير فسيكون له صيت كبير على مستوى الوطن، ويقال بأن البلدية الفلانية قامت بمشروعات، قامت بتنفيذ أعمال جيدة، قامت بالمصالحة مثلا زي ما حصل على سبيل المثال، لأنني يعني أعرف بلدية الزيتن، لأن قام فعلا مجلس البلدي في الزيتن بجهود كبيرة جدا في موضوع المصالحة والتقريب بين الأطراف المختلفة، وأيضا حتى ساعد الكثير على العودة إلى بيوتهم، وقام بجهد حتى في الأزمة الأخيرة بتاعت طفح المياه وإلى آخره. فإذا ما تقوم به البلديات هذا مهم، ولكن يجب إعطاها صلاحيات، ويجب أن ننهي حالة اللامركزية في سواء في التخطيط على مستوى المناطق أو حتى في التنفيذ. نحن نأمل هذا. لكن عفوا سؤالك أختي الكريمة بالتحديد، قلت إن إشارة ستيفاني خوري خلال إحاطتها إلى منع 10 مراكز اقتراع في شرق البلاد من فتح أبوابها يمكن اعتبره البعض رسالة إلى أو انتقاد إلى السلطات في شرق البلاد، هل تتفق مع هذا الطرح؟ لا، هي رسالة واضحة، هي ما تحتاج أيضا إلى تفسير ولا إلى توضيح، هي رسالة واضحة بحد ذاتها. ونامل في كل مناطق ليبيا أن تتاح الفرصة لجميع المواطنين في بلدياتهم بأن يختاروا مجالس بلدياتهم، نأمل هذا. أما أن يكون والله هذا محسوب لفلان ويجب أن نبقي عليه ونمدد له، القانون يحدد فترات العمل ويحدد الأداء ويحدد، يعني ما مثلا أن فلان سرق لابد أن يحميه فلان، إلى متى احنا نستمر بهذه الحالة؟ فلان أيضا يعني لم يقم بواجبه ويغطي عليه شخص آخر مسؤول في هذه الدولة. يجب أن نكون منطقيين. نحن يعني أنت تبي تدعم، ادعم الشخص الكفو، ادعم الكفاءة وليس الولاء، ادعم من يقدم خدمات للمواطنين، ادعم من يشرف البلد، من يخدم البلد سواء في المجال المحلي والله في المجال الدولي الخارجي، المجال الدبلوماسي، في المجال الاقتصادي، في كل هذه. نحن محتاجين الآن إلى اختيار الكفاءات للقيام بالأعمال في كل مراكز الدولة. ولكن اللي يحدث الآن، سفاراتنا معروفة وضحة، وأيضا إداراتنا معروفة، وزاراتنا معروفة، ومسألة المحافظة ومسألة الولاءات هذه بصراحة يعني أثقلت كاهل الوطن وأحدثت هذه الانقسامات. وتحدثت هي المبعوثة، يعني حتى نكون صادقين، تحدث عن مثل هذه الأمور أيضا، وهذه إشارة منها إلى أنه يجب على أي منطقة يعني تمنع إنشاء مراكز لتسجيل الناخبين يجب أن تفتح المجال. هذه هي ضمن يعني ألف باء للديمقراطية في أن يختاروا يعني موظفيهم المحليين. احنا لم نصل بعد الى مرحله اختيار الوزراء ومرحله اختيار الرئيس، فكيف اذا في هذه الحاله سنصل الى تلك المراحل المتقدمه على مستوى الوطن اذا لم تكن لدينا الاراده، واذا لم نكن مسموح لنا ان نختار المحليين المسؤولين المحليين ونحاسبهم ايضا ونتابع اعمالهم ايضا؟ وهذه هي الديمقراطيه الحقيقيه. لكن مساله حط يعني بطاقه في صندوق وصبعك في الحبر وهكذا واذهب ولا تدري ماذا يفعل ذلك بعد ذلك، هذه الحقيقة يعني نتمنى أن نتركها ونذهب الآن إلى المستقبل كما قلنا، والبلد لم يعد يحتمل.
إذا كان المجال الآن على الأقل في هذا المتسع البسيط مسموح للمواطن بأن يختار مجالسه المحلية، فيجب أن تتاح الفرصة لفتح المجال وللانتخابات الحرة والنزيهة. وأنا أعتقد وأرجو أن يعني قد أن أكون مخطئ بأن هناك تدخلات حتى في الانتخابات المحلية. نعمل يعني ناهيك عن تدخل المال الفاسد، ناهيك عن تدخل أيضا الجانب القبلي والجانب الاجتماعي، هناك أيضا تدخل من الجانب السياسي ومن القيادات السياسية المعتبرة في البلد، لكي تكون البلديات طوع أمرهم، ولكي تكون المجالس طوع أمرهم، والخدمات طيب. أيضا بأوامرهم، فيجب أن تنتهي مثل هذه الأمور. طيب أعود معك سيد فتح الشبلي رئيس حزب صوت الشعب بنفس النقطة، ونقطة مهمة أثرها دكتور أحمد لشهب، يقول اليوم أن بحديثه عن الانتخابات البلدية، يقول حتى الانتخابات المحلية اليوم يمكن أن يكون فيها يعني تدخلات وتدخلات سياسية، فكيف يمكن أن تؤثر هذه الصورة اليوم على المسار الانتخابي الذي يسعى الليبيون إلى الوصول إليه، والذي ربما يحاول المجتمع الدولي اليوم إيجاد حل وسط من أجل وصول ليبيا إلى الانتخابات؟ المجتمع الدولي لا يحاول إيجاد حل وسط، هو يعقد الأزمة الليبية كل يوم. وقصة الانتخابات البلدية بإغلاق 10 مراكز انتخابية في شرق ليبيا هذه رسالة واضحة على أن العملية الانتخابية ستتم وفق الولاءات وليس وفق الكفاءة. وبالعربي الصريح أو بالليبي، البلديات اللي موجودة في شرق ليبيا وفي جنوبها، إذا لم يكونوا محسوبين على السيد حفتر وأولاده لن يتمكنوا من الوصول. وهناك ألف دليل على القمع الذي يتم هناك. وين الشيخ بوصبيحة؟ قديش ليه اليوم؟ شيخ طاعم في السن عمره 80 سنة. وين النائب الدرسي اللي قال كلمتين؟ قال ابني وإسري. ها هو مجهول الهوية حتى هذا اليوم. فكيف تبي تصير انتخابات نزيهة وحرة وتمشي الناس وتختار الكفاءات وتختار الناس كويسة؟ هذا أمر مستحيل. بالتالي نحن نعتبر أن حتى انتخابات البلدية سيكون لها انعكاس سيء على المشهد بشكل العام في ليبيا، لأنه لن يكون ولن يتم السماح لأي مستقل أو لأي قبيلة بأن تسيطر على بلدية سواء في الشرق ولا 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 في الجنوب. بالتالي هذه الرسالة، هذا انتخابات لبلديات، البلديات لا ليس لها تعامل سياسي، هي خدمي تخدم الناس، يتم التدخل فيها بهذا. فما بالك غدا إذا ذهبنا لانتخاب مجلس نواب جديد أو انتخاب رئيس للجمهورية وفق ما يحدث الآن من تدخل وتقسيم المقسم. القواعد الأجنبية اللي موجودة، الجيوش اللي موجودة، البوارج التي تدخل وتخرج كل يوم، العمل الذي تعمل فيه روسيا وأمريكا لتحويل ليبيا إلى أرض صراع بالإنابة، كل هذه الأشياء تجعلنا نحن لسنا أطفال حتى نصدق بأن هذا الغرب حريص على الديمقراطية. أي ديمقراطية التي تعرفها أمريكا أو تعرفها فرنسا أو تعرفها ألمانيا؟ غزة فضحت كل شيء. غزة أثبتت أننا اليوم نعيش في عالم الغابة، في عالم القوة وليس عالم القانون. لا قانون إنساني دولي ولا محكمة جنايات ولا كل هذه الترهات وهذا الكلام الفاضي. عندما وصلت محكمة الجنايات الدولية إلى رأس نتنياهو، أنت تعرفين وجمهورك وضيوفك ماذا فعلت أمريكا؟ هددت حتى بمسح هذه المحكمة من على وجه الأرض. فبالتالي اليوم لا الأمم المتحدة ولا بعثاتها ولا مجلس أمنها هم يعملون على الديمقراطية وعلى أن تستقل الشعوب وعن تتحرر الشعوب، هم يعملون على مصالحهم فقط، وأمريكا تعمل على مصلحة إسرائيل فقط وغير إسرائيل فتذهب إلى الجحيم، لأنهم ليسوا بشر، حيوانات. هناك الآن غزة خير دليل، آلاف مئات الآلاف من البيوت، الجوع، موت الأطفال جوعا، أكثر من 50,000
ما بين مرأة وطفل وشيخ كبير تم صحنهم بالطائرات الأمريكية وبالقنابل الأمريكية وبالأقمار الصناعية الأمريكية، وبالتالي نعول على خير من الولايات المتحدة الأمريكية أو من روسيا. طيب سيد فتحي، بهذه النقطة سيد فتحي أذهب مع الدكتور محمود الرملي. دكتور محمود، كما كان يقول ضيفنا، أمريكا اليوم أو يعني الدول الغربية أو مجلس الأمن لا يريدون إيجاد حل ويعملون أو لا يعملون على مصلحة ليبيا. اليوم خلال الإحاطة ممثل الصين تحدث وقال إن بلاده تؤيد دور الاتحاد الأفريقي الذي يعمل على عقد مؤتمر للمصالحة الليبية. هل يمكن اليوم للاتحاد الأفريقي أن يلعب دور كبير في الأزمة الليبية من خلال المصالحة؟ في تقديري أنها نوع من الدغدغة، ليس في قدرة الاتحاد الأفريقي الذي يعاني حقيقة الإشكال تلو الإشكال، فيسد لديه صلاحيات في آلية التنفيذ، وتعاني دوله كثيرا من الإشكاليات أيضا. لا الاتحاد الأفريقي ولا جامعة الدول العربية حقيقة لديهم القدرة في إمكانية النفوذ إلى الحل، لأن المتدخلين أكبر منهم، سواء نتكلم على الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا أو أيضا دول أخرى، دول الجوار والإمارات وغيرها وغيرها. نحن نعيب على أولا على الموجودين المتمترسين خلف المقاعد، نعيب على الطريقة التي تتخذ والتي تم تطبيقها من قبل مبعوثي الأمم المتحدة والذين هم واصفون للمشكل ولكن ليس بشكلها الحقيقي، أي ينقلون خبرا أو كلاما ليس هو الحقيقة، ويلتقون بأشخاص هم مسببو الألم ويحاولون قدر الإمكان تصوير على أنهم حمل وديع في حنهم، في حين أنهم هم الذئاب المفترسة، لم يشيروا إلى المجرمين والجرائر المرتكبة من قبلهم، في حين أشاروا إلى مجمل عام بأن هناك انتهاكات، لكن يعرفون أيضا من هو القاتل ومن هو المجرم ومن هو الذي قام بالسحل أو القتل أو الإجرام أو الحبس التعسفي أو الخطف لنواب، وحين ذلك لم يشيروا إليه. يريدون أيضا أن يدركوا بأن هناك خطر كبير على ليبيا في أن روسيا تقوم بالاقتراب من موانيها بل واحتلالها وإنشاء قواعد، والفاغنر خير دليل الذي شارك في غزو ليبيا أو في غزو العاصمة الليبية وهي سابقة لم تكن موجودة، في حين يدركون أن الفاعل الذي قام بدعوتهم هو أحد أبنائهم يحمل جنسيتهم ألا وهو حفتر. يشيرون أيضا إلى أن هناك دول منخرطة حتى النخاع، واقع عملي أن مأساة الدولة الليبية كبيرة وكبيرة جدا واضحة للجميع، ولكن غير قادرين على إعادة تقديمها بالمشهد بشكلها الحقيقي. ما طرحته هو سأظهر له وأنادي به هو أنه يجب العمل على الخروج عن المسارات الأولى، ألا وهو مسار ربما يشارك فيه مجلس نواب ودولة ورئاسة وحكومات، إلى مسار ربما تكون أساسه البلديات، ربما يطرح مسار سياسي خارج ما يتعلق بالصندوق الأول، فليلجأ أيضا إلى مسار آخر. ليبيا لا يمكن اختزالها في شخصيات أرادت البقاء، لأن التغيير سيضرها، ولذلك إمكانية عدم طرح بدائل أو نظرية البدائل سيؤدي ذلك إلى تكرار نفس المشكل ونفس الوجوه وإلى عدم الوصول إلى حل نهائيا. ثم إن هذه الدول في تقديري أنه من المهم إدراك أن مصالحها ستتأثر سلبيا في ظل أي تغيير، فوجود أجسام رخوة وضعيفة وغير قادرة على أن تكون مدافعة على حقوق الليبيين لأنها تدرك أنها غير شرعية ولأنها في حالة قولها لا لأي حكومة أو أي نظام أو أي دولة متدخلة سيجني ذلك الدفع بأنها غير شرعية وما إلى ذلك، فتلجأ إلى إرضائها بطريقة أو بأخرى من خلال عقود أو وعود أو عهود أو غير ذلك، وهو إعطاء من لا يملك إلى من لا يستحق. لذلك لزامنا التمسك قالة واحدة من الوطنيين جميعا في أن يتم تحديد لموعد الرحيل، أي فليعترف المجتمع الدولي بمدة ثم فلينهي هذه الأجسام من خلال فقط يساعد الليبيين لا يساعد الأجسام. هو ما يفعله المجتمع الدولي بشكل واضح وحصيف هو أنه يساعد القائمين على الأجسام في الاستمرار ويضحك ويقدم للليبيين الضحك على الدقون، هو يساعدهم على الاستمرار بالاعتراف بهم، وإذا حدد تاريخا بأنه سيكون آخر يوم للاعتراف بهم سينتهون لأنهم لا يوجد ما يسترهم وما يستر عوراتهم. الليبيون ملوهم ومجوهم ولا يريدونهم أبدا ولا يعترفون بهم ولم يختارونهم، فليجعلهم المجتمع الدولي هو الذي اعترف بهم وهو الذي فرضهم على الليبيين، فليرحلوا جميعا، فليرحلوا فليرموا إلى أقرب مكب للنفايات. هؤلاء حقيقة لا
لا يمكن أن يكونوا جزءا من حل، إنهم أساس المشكل. ولذلك أيضا عطفا على بدر، يجب أن يكون هناك وضوح بأن الدول المتدخلة وما أشهرها وما أوضحها المتدخلون من الدول عليها أن تكف وترفع اليد على التدخل السلبي في ليبيا. أيضا يجب أن يكون هناك وضوح بأن على الليبيين فعلا أن يأخذوا طريقا آخر. لماذا؟ النظر إلى أنه يجب ويجب ويجب إملاءات لا يمكن تنفيذها، يتحدثون عن المصالحة من اللامصالحة، فمن هم الفريقين؟ فمن يصالح من؟ ما بين الليبيين لا يوجد إشكال، ما بين الإشكال فقط ما بين هؤلاء 50 من السياسيين أو أقل. هؤلاء لا يريدون حلا، لأنهم إن وضعوا حلا ستنهي الإشكال وسيرحلون. ولذلك إمكانية الدعوة على أن الليبيين فقط إشكاليات فيما بينهم هذا وصف غير دقيق. واضح واضح. دكتور محمود نتمنى أن يستمع. وتقريبا منذ سنوات الجميع ينادي برحيل كل الطبقة السياسية وبرفع يد الدول المتدخلة في ليبيا والتي ساهمت في تأجيج الأزمة وتأجيج الصراع فيما بين الليبيين. شكرا جزيلا لك دكتور محمود الرملي الأستاذ الجامعي المتخصص بالسياسة الاستراتيجية. شكرا أيضا للسيد فتحي الشبلي رئيس حزب صوت الشعب وللدكتور أحمد لشهب أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأسمرية. شكرا جزيلا لكم متابعينا وإلى الملتقى.